السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قصة شهيرة في تاريخ الإسلام بين عالم من العلماء وحاكم من الحكام. واحد الحاكم كان بغي يطوع عالم، لأن عادة السلطة السياسية تريد أن تطوع السلطة العلمية، لأن في تاريخ الإسلام معروف، بل حتى في تاريخ الأديان جميعا عند النصارى وعند اليهود، دائما السلطة السياسية لتأخذ المشروعية لابد أن تقوم بترويض وتطويع السلطة الدينية. فكان واحد الحاكم اللي هو كان عنده تصرفات غير سليمة، فيه ظلم فيه عدوان، وكان واحد العالم جليل عنده شعبية كبيرة في إحدى مساجد الله، فأراد أن يطوعه باش يبقى دائما بجانبه ويعطيه المشروعية. كيتسناه يجي لعنده، ما جاش. فذهب الحاكم بنفسه إلى العالم فوجده في المسجد، بقى في الجامع سالة الصلاة وبقى جالس تحت السارية كيذكر الله تعالى. وقف الحاكم أمام العالم ويقول لها: ألك حاجة؟ خاصك شي حاجة؟ خاصك شي متاع، شي مال، شي ثروة، شي منصب؟ فقال لي العالم: إني أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره. هو في بيت الله، صور أنت في بيت الله وتسول واحد آخر. هذه ظاهرة كنلقاوها عند الناس في الجامع، وكيقول الناس عاونوني عاونوني، يقول الناس عاونوني. هذا قلة حياء، لابد أنه يقول: يا ربي عاوني. رب يطلب صاحب البيت: إني أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره. الحاكم فهم الرسالة، خرج من الجامع بقى كيتسنى العالم تيخرج. فلما خرج العالم المسجد سأله الحاكم ثانية: ألك حاجة؟ خصك شي مسألة، شي متاع، شي منصب، شي ثروة؟ فقال العالم: هذه الحاجة أي حاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة؟ فقال الحاكم: أنا لا أملك الآخرة، ولكن حاجة من حوائج الدنيا. فقال العالم: أنا لا أسألها من يملكها، أفأسألها ممن لا يملكها؟ يعني الدنيا اللي يملكها هو الله سبحانه وتعالى، والحاكم لا يملكها، فكيف أسألها عن ذلك؟ هذه ما يسمى بعزة العلماء وعزة الصالحين، أنهم لا يمدون أيديهم. هذه الكرامة الإنسانية التي تحدث عليها اليوم في المواثيق الدولية في القوانين العامة. يقال بأن الإمام الحسن البصري رحمه الله كان زاهد، فسئل: ما سر زهدك في الدنيا؟ قال: أربعة أشياء: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. هذا هو المشروع ديال العمل في الدنيا. الرزق مضمون غير اطمئن القلب ديالك. العمل الصالح ما عمر شي واحد غادي يقوم به بلاصتك، طلب انت اشتغل به. وإذا كنت في خلوة وابتعدت عن الأمطار فاعلم بأن الله مطلع عليك، عليك أن تستحي. وبما أن الموت ينتظرنا جميعا علينا أن نعد الزاد للقاء الله تعالى. هكذا كان رب العزة يعلم عباده المؤمنين من أجل أن يكونوا في هذه المرتبة المباركة من التدين. أيها الأحباب الكرام، الكلام طويل وطويل جدا حول الرزق، ويكفينا أن نقول بأن من أراد أن يفتح له الله تعالى أبواب الرزق ما عليه إلا أن يجد في العمل. ترون بأن المدد الإلهي
يتبعكم أينما حللتم وارتحلتم، صلوا على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي يجمع بيننا وبينكم على أثير هذه الإذاعة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يجمع بيننا وبينكم في واسع رحمته في جنة الفردوس الأعلى بجانب خير خلق الله سيدنا محمد رسول الله وصحابته المكرمين. موضوع اليوم الذي سوف نتحدث عنه مرتبط بقضية الرزق، لأن معظم مشاكل الناس ومعظم صعوباتهم في الحياة مرتبطة بالمال، بالرزق، بهذه الوسيلة التي هي وسيلة الكسب والعيش. الإنسان إلى فهم قضية الرزق وقضية الرزاق غادي تسهل عليه مشاكل الحياة الدنيا وغادي يرتاح، ثم غادي يعرف كيف يضاعف له الله عز وجل الأرزاق والبركات. لا ننسى أيها الأحبة الكرام أن ربنا جل جلاله سمى نفسه الرزاق، هذه صيغة مبالغة، الرزاق على صيغة فعال كثير الرزق، وقال بصيغة التأكيد في كتابه العزيز، قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا عز وجل حينما خلق الخلق تكفل للجميع بالرزق، هذه عقيدة، هذه واحد الفكرة لابد أن تستقر في الأذهان، وإحساس لابد أن ينغرس في الوجدان بأن الله عز وجل من صفاته الرحمن الرحيم الكريم الجواد الرزاق، من اللي خلقنا جميعا تكفل لنا بالرزق، الإنسان والجان والحيوان، حتى الطيور في السماء، حتى الحيتان في قاع البحر، حتى الوحوش في الغاب، الله تعالى تكفل للجميع بالرزق وطمأننا على هذه الفكرة. قال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية نزلت على جزئين في علم التنزيل، العلماء المفسرون اللي كيتكلموا على قضية تنزيل القرآن، هناك تقنيات دقيقة كيفاش نزل كلام الله تعالى من السماء إلى الأرض، وكيف استقبله رسوله الأكرم وبلغه إلى الأمة. هذه الآية بعظمتها واختصارها نزلت على جزئين، الجزء الأول نزل فقط مقطع صغير وهو قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، سمعها أعرابي فقال صدق الله، هذا أعرابي على الفطرة السليمة عرف بأن فعلا ربنا عز وجل تكفل بالرزق وكل ما نوعد به مضمون مكفول، فقال صدق الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبعد شهور عاد نفس الأعرابي إلى المدينة، فلما أراد أن يسمع هذه الآية القرآنية من النبي صلى الله عليه وسلم القى بأن الجزء الثاني قد نزل، الجزء الثاني هو فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مجموع الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بكى الأعرابي عندما سمع الجزء الثاني من الآية وقال ماذا فعلتم ليقسم الله تعالى
سبحانه أن الرزق حق وأن كلامه حق. نحن قد صدقناه منذ الآية الأولى، فماذا فعلتم أنتم حتى يقسم الله؟ فورب السماء والأرض، هذا قسم الله تعالى قال هذا الكلام. وأعلم بأن بعض الناس ما يصدقوش، وخلق لهم الرزق في السماء وما توعدون، وأن الرزق عند صاحب الأمر، ولكن الناس ما يصدقوش، وربك عاود يحلف فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومع ذلك الناس الكثير منا ربما يسلك مسالك محرمة للحصول على الرزق، ربما قد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل من أجل الرزق. باش يكون الكلام ديالنا خفيف على قلوبكم مستمعي الأفاضل، أجي ونتكلم على بعض القصص، قصص واقعية فيها عبرة وفيها دلائل وفيها معاني جليلة. هذا سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لما كان في العراق مشى المسجد الكوفة، دخل واحد الجامع كبير مسجد الكوفة، وكان معاه الحصان ديالو، فأراد أن يصلي، فلقى واحد الغلام وقال لي شوف خذ الدابة ديالي، ومن اللي غادي نسالي غادي نتهلا فيك. فخلى ليه الدابة مشى كيصلي، من اللي رجع لقى بأن الغلام سرق خطام الدابة وانصرف. الخطام هو الحبل اللي يقاد به البعير، ذاك الحبل اللي يقيد به البعير. فسيدنا علي لقى الدابة بلا خطام، ويبات واحد الرجل قال لي سير للسوق شري لي خطام آخر. فمشى الرجل يقلب على الخطام ولقى واحد الخطام وشراه بعشرة دنانير، وكان سيدنا علي غادي يعطي لذاك الغلام عشرة دنانير، قال هذا الغلام غادي يخدمني غادي يراعي لي الدابة ديالي، ملي غنخرج بحال قلتي غارديان في الباب غنعطيه عشرة دنانير. ملي سرق الخطام وانصرف بقى سيدنا علي بدون خطام، خصو لابد هاد الحبل. صيفط واحد الرجل كيعرفو للسوق باش يشري لي خطام، ولقى هذاك الخطام كيتباع شرا بعشرة دنانير. فلما عاد قال سيدنا علي سبحان الله، اشتريته من الغلام بعشرة دنانير وكنت سوف أعطيه هذا الغلام عشرة دنانير، فقال سبحان الله أردت أن أعطيه إياها حلالا فأبى إلا أن يأخذه حراما. هو كان يأخذ ذاك المبلغ كان مكتوب له، ولكنه أبى إلا أن يأخذه حراما، كن صبر غياخذه حلال. لهذا كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول لست مطالبا بطلب الرزق، ولكنني أمرت بطلب الجنة. الرزق ما نطلبه، هو مكفول عند الله عز وجل، نحن مطالبين للعمل لعمل يبلغنا الجنة، أما الرزق فهو مكفول عند الله سلفا. فما الذي فعلناه؟ اللي فعلناه احنا ومعظم منا تركنا ما أمرنا بطلبه وطلبنا ما أمرنا بتركه. هذه المشكلة دي الناس عموما، داكشي اللي احنا مطالبين بأننا نحصل عليه ما درناش، والشيء اللي احنا مكفول لنا كنضاربوا ونتخاصموا باش نوصلوا ليه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.